اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأسهل وصفة للكب كيك. رح نعملها من دون بيض وكمان من دون استعمال المضرب الكهربائي. طريقتها كتير سهلة وكتير بسيطة وعن جد كتير كتير طيبة. خلونا نشوف شو هن المكونات. أول شي أنا هون بحاجة ل 400 ملي من المي المغلية، لازم تكون المي سخنة كتير، أو كوبين، 380 جرام من الطحين أو 3 أكواب، 400 جرام من السكر أو كوبين، 3 أرباع الكوب من الزيت النباتي أو 100 جرام، نصف كوب من الكاكاو أو 30 جرام، ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، معلقتين صغار من الكربونة أو بيكربونات الصوديوم، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، نصف ملعقة من الفانيلا ورشة ملح. هلا أول شي لحط كل المكونات الجافة مع بعضها. حطينا الطحين والكاكاو، كمان بدنا نحط معهم البيكنج باودر والكربونة، ومثل ما قلنا نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا ورشة الملح. هلا بدي اخلطهم شوي مع بعضهم. طبعا ما حطينا السكر بهيدي المرحلة، حطينا كل المكونات الجافة ما عدا السكر. هلا بخليهم على جنب، وبجات كبير بدنا نحط الزيت، وكمان بدي احط معهم الخل، وكمان بدنا نحط المي. ومثل ما قلتلكم المي لازم تكون سخنة كتير، يعني لدرجة الغليان. وهلأ بدي أحط معهم كمان السكر، لأنه السكر هلأ رح يدوب بحرارة المي. لازم أحركهم كتير مع بعض لحتى أتأكد أنه السكر داب عندي تماما. بعد ما خلطتهم كتير منيح وداب السكر، هلأ بدنا نحط المكونات الجافة. بدي أخلطهم كتير منيح مع بعضهم، بس ما بدنا نخلط كتير. مثل ما بتعرفوا دايما بس بدنا نعمل كيك ما بنخلط الطحين كتير، لأنه إذا خلطنا الطحين كتير رح يطلع عنا مثل الخبز. فمجرد ما يختفي عنا الطحين بدنا نوقف خلط. وهون أنا مجهزة القالب الخصوصي للكب كيك، طبعا حاطة بقلبهم الورق كمان المخصص للكب كيك. طبعا نحن هون بنشتريه من أي سوبر ماركت أو من أي محل ببيع أدوات الحلويات. هلأ منصب خليط الكيك بالورق، مثل ما شايفين ما بعبيهم على الأخير، بترك شوي، يعني بعبي تقريبا 3 ارباع، بترك الربع لأنه بعد رح ترفخ معنا بالفرن. هلأ بدي أحطهم بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180، بحطهم على الرف الوسط وبولع بس من تحت. بياخدوا معنا تقريبا من 10 ل 15 دقيقة، وأكيد بنفحصهم بعود خشب، لازم يكون نظيف ما عليه شيء أبدا. هلأ إذا كان مش متوفر عنا القالب الخصوصي للكب كيك، عنا هول الورق اللي بيجوا كمان للمافنز أو للكب كيك، كمان موجودين بأي سوبر ماركت أو بأي محل ببيع أدوات الحلويات. كمان حطيت بقلبهم الورق الخصوصي للكب كيك وبدي أعبيهم، ومثل ما شايفين ما بنعبيهم على الأخير، بعبيهم تقريبا 3 أرباعهم. وكمان بنخبزهم على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180، بولع بس من تحت، وبياخدوا معنا كمان من 10 ل 15 دقيقة أو حسب نوع الفرن. شوفوا كيف طالع معنا الشكل. أكيد بدنا نفحصهم بعود خشب، شوفوا كيف عود الخشب ما عليه شيء أبدا، بيكون نظيف، يعني استووا 100%. وهلأ هون إذا حسينا شوي الكيك لازق شوي بهول الأكواب، بنساعدهم شوي بالسكينة وبيطلعوا معنا بسهولة. شوفوا كيف طالع معنا الشكل. هلأ لأنه أنا الورق اللي عندي شوي صغير، يعني أصغر من حجم الأكواب اللي موجودين، فإذا كان الورق اللي عندكم أكبر شوي أكيد ما حيلزق. وهولي اللي عملناهم بالقالب الخصوصي للكب كيك، شوفوا كيف طالع معنا الشكل، وبتنشال معنا الورقة بسهولة. وعن جد الكيك من جوا شوفوا كيف كتير خفيف وكتير طري وكتير كتير طيب. شوفوا كيف طالع معنا من جوا. أنا هيك بتكون خلصت وصفتي لليوم، بتمنى تعجبكم. صحتين.